طب حضرتك جميل. أشرت إلى قرار هام للغاية وخطير متعلق بالدولة الروسية وعلاقتها بالدول التي تورد لها القمح. نحن نعلم بأن تركيا تستورد هذه المادة من الدولة الروسية. هل هذا الأمر يشكل خطرا على تركيا، خاصة وأنه محصول استراتيجي، أم أن تركيا قادرة على إيجاد بدائل لهذا المحصول؟ تركيا من أكبر دول العالم إنتاجا على فكرة للقمح، ولكن أيضا هي من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، ولكن هناك أمر فني في هذا الأمر. تركيا تنتج القمح ولديها اكتفاء منه، ولكن لديها صناعة المكرونة. تركيا دولة مهمة جدا في العالم في صناعة المكرونة، فهي تستورد القمح القاسي الذي يستخدم في تصنيع المكرونة لتصنيع المكرونة من أجل السوق المحلي، ولكن معظم هذه المكرونة يتم تصديرها إلى جميع دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. فاستيراد تركيا للقمح ليس لإطعام شعبها خبزاً، ولكن لدعم صناعة موجودة على الأرض التركية، ثم دعم عملية تصديرية في مرة أخرى. يعني القمح داخل يتصنع ويطلع تاني. نعم. هنا في فرق، في ناس بتستورد القمح عشان تاكله، عشان تعمله خبز، وفي دول تانية بتستورد القمح لتصنعه. وهذا فرق رئيسي ومهم، ومسألة فنية ربما لا يلتفت إليها بعض المتابعين. فأرجو ألا طبعا هتتأثر تركيا، لا شك أن تتأثر زيها زي كل دول العالم، ولكن أنا أتوقع أن وزارة الزراعة والحكومة التركية في سبيلها إلى يعني دعم المزيد من المساحات، مساحات زراعات القمح في المواسم المقبلة. وأتصور أن إنتاج تركيا للقمح سوف يزيد.